أهلا وسهلا ببرنامجكم كلام رجال. لو قلت لك إنه اليوم أنت ربحت $100,000، شو ممكن تعمل فيهم؟ خلينا نشوف مع بعض شو جاوبون الناس. لو ربحت هلأ $100,000، شو بتعمل فيهم؟ مش صايرة معي، ما بعرف، بس أكيد بنبسط. أول شيء بشكر الله بيعطي منعطي، نحن منساعد وبعدين نحسب حساب. أكيد ساعد المحتاجين أول شيء، برجع فكر بحالي. أول شيء بترك الجامعة وبعيش من فايدتهم. بغير السيارة، بشتري سيارة، وإذا في ناس فقراء بساعدهم. $100,000 متبرع منها 50 للناس الفقراء وال50 بصرفها وبروح. سبيرو، لو ربحت $100,000 شو بتعمل أنت؟ يعني هو مش مبلغ كبير صراحة، بس مبدئيا بعطيهم المهر يتجوز. لا صراحة بسد قرض البيت. تعرف سبيرو، أنا ممكن جزء من المبلغ بأخذ العيلة ونطلع إجازة، زمان ما رحنا إجازة. خليكم معنا مشاهدينا حتى نحكي عن هذا الموضوع أكثر بعد الفاصل. شكرا يا شباب، شكرا دكتور روبرت، كان الساكسفون إضافة كتير حلوة. مشاهدينا مبسوطين اليوم يكون معنا المهندس دانيال شرايحة، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دانيال، الله يسعدك. كان في عندك تعليق على الإجابات اللي سمعناها من الناس؟ في إحدى الدراسات عملوها لكل الربح واليا نصيب، وهي دراسة عالمية مش في بلد واحدة، وأعطوا 3 خيارات. بيحكوا لو واحد ربح اليا نصيب، شو الإشي المشترك بين كل الربح واليا نصيب صار معاهم؟ وأعطوا 3 خيارات. الأول كان إنه بغيروا شغلهم، يعني بيستقيلوا بيشتغل محل تاني. الخيار الثاني إنه برحل، بترك بيته وبيشتري بيت أكبر أو أفخم. الخيار الثالث كان بزيد وزنه، والإشي الوحيد المشترك بيناتهم كان إنه بزيد وزنهم. مش بالضرورة يغيروا شغلهم ولا يغيروا بيتهم، بس وزنهم بزيد. هذا بدلك إنه مرات كتير الصرف مرات بيكون غير منطقي مع الناس اللي بربحوا مبالغ كبيرة في هذا الموضوع. شيء تاني بالنسبة للناس اللي بربحوا لي نصيب، مش شرط إنه سعادتهم تزيد، يعني مش إنه شرط إنه يعني إنه صاروا سعداء بعد ما ربحوا لي نصيب. في معظم الأحيان الناس بتطلب منهم فلوس، بصير في مشاكل عائلية، في دراسات كتير عن هذا الموضوع، يعني موضوع مهم. هلا أنا بدي أضيف للحكاة المهندس دانيال إنه بالنسبة للمادة، بجوز هذه فكرة جديدة تكون لمعظم المستمعين، إنه طريقة تعامل الإنسان مع المادة، في هناك وجدوا إنه في شخصيات مختلفة بين الناس، بحيث إنه بعض الناس إذا أعطتهم فلوس يعني الميل الطبيعي لهم إنه يصرفوا هذه الفلوس، يعني بصرف الفلوس إذا أعطوهم الفلوس. الفلوس بالنسبة لهم تعني الحرية، يعني إذا أنا بعطي للمهندس دانيال 100,000 دينار، هلا بعطيه أنا إذن إنه يستفيد من هذه الحرية ويسافر إلى دولة تانية. ناس تانيين عندهم الفلوس تعني الأمان، فبالتالي إذا بتعطيهم فلوس بيحاولوا يحتفظوا بهذه الفلوس، فهذه شخصية تانية، المدخرين. فالمهم بالنسبة لهم من الناحية الأمنية إنه لما يناموا بالليل يشوفوا إنه يعرفوا إنه الحساب البنك عالي. في هنا كمان نوعين تانيين، اللي هي الشخصية الثالثة، اللي هي الناس اللي بسموهم الاحتفاليين، يعني بمعنى آخر زوجتي أنا من عشان هذه النوعية من الشخصيات ما بتصرف كتير، بس إذا بتخلي يعني بتحتفظ بالفلوس لمناسبة معينة، عيد ميلاد، عيد الميلاد المجيد، بتصرف أكثر بهداك الأوقات، تحتفل فيهم. والنوع الرابع، بعض الأشخاص اللي ذكروه هون إنه هم بسموهم القديسين، إذا أعطيتهم فلوس بروح بعطوهم لأهليهم، بعطوهم لناس تاني، هاي طبيعتهم. فمعظم الأحيان في أبجز مهندس دانيال ممكن نضيف على هذا الإشي، إنه الناس ممكن يكونوا مش بس شخصية واحدة، ممكن يكون أكثر من شخصية، بس بشكل عام في هناك طريقة تعامل
معينة لمعظم الناس مع الفلوس. أنا بشوف دكتور إنه هاي الأنماط موجودة فعلاً، بس ممكن تختلف من وقت لوقت. أنا بالنسبة لي عندي أو من مرحلة كمان لمرحلة تانية، عندي مبدأ بحاول أمشي فيه عليه بحياتي، ممكن مربوط بهاي الشخصيات، بس عندي مبدأ مكون ثلاث أنواع. أول إشي حصل مصاري قد ما بتقدر، يعني إذا بتجيني أي فرصة عمل أو أي فرصة أطلع مصاري زيادة فيها ما بحكي لا. بنفس الوقت بوفر قد ما بقدر وأكثر ما بقدر. إذا في أي فرصة إنه هذا المبلغ أحطه على جهة للتوفير بعمل هيك. والمبدأ الثالث هو بعطي أكثر ما بقدر، وطبعاً أنا بحاول أمشي على هاي الثلاث مبادئ. تعطي للناس اللي بحاجة، تعطي للناس اللي حواليك، وتحاول إنك توفر سعادة كمان للتانيين. هي الفكرة كتير حلوة اللي حكيتها مهندس دانيال، بس مرات شو الاتزان؟ يعني قديه أعطي وأدي أوفر؟ يعني أنت قلت هذول ثلاث مبادئ، أني أوفر قد ما بقدر وأعطي قد ما بقدر، كيف بقدر أعمل بيناتهم ميزان؟ الاتزان هذا هو صعب بالحقيقة، وهي مشكلة الناس بشكل عام مع المصاري، ما بيعرفوش كيف تتعامل مع هاي المبالغ اللي موجودة معك أو المبالغ اللي مش موجودة معك، واللي هو من سنة 2008 الآن المشكلة العالمية لها علاقة بعدم وجود الأموال، عدم وجود الأموال بإيدين الناس. هذا بساعدك إنك تفكر بهاي المبادئ أكثر، توفر لليوم اللي أنت مش حاسب حسابه. في مجال إدارة الموارد البشرية إحنا لاحظنا ملاحظة إنه الإنفاق للموظف أو للإنسان مربوط بدخله. بمعنى كان معك $1000 فرضا، بتصرف بهذا الشهر مبلغ معين، صار معك 2000، المبلغ بتصرفه بتضاعف، ما بضل نفس الشيء. وهي مشكلة، هاي يعني مشكلة مع الناس اللي بزيد دخلهم أو بقل، بيختلف مع الإنفاق. هلا أنا بحكي كمان إنه إذا أنت ما حطيتش نسبة معينة للإدخار أو للإنفاق، بصير الأسهل إنك تصرف الفلوس، مش هيك؟ يعني مثلا في ناس بيحكوا إنه لازم أنت تكون ميزانيتك 80-10-10، 80% تغطي كافة احتياجاتك، 10% توفرهم، و10% تعطيهم لناس تانيين. هلا إذا وجدت إنه ميزانيتك جاي 100% بس للنفقات، معناته أنت بجوز عايش بأعلى من مستواك. يعني المفروض يكون في هناك، وأنت لازم تزيد هذا الموضوع، لأن خبير اقتصادي إنه المفروض يكون إنه يعني في 10 قسم معين من الفلوس يجب أن يوضع للوقت الأزمات. أنا بحب يعني أركز على نقطتين اللي حكيناها، اللي هي إنه قدي أنا بقدر يزيد صرفي لما يزيد دخلي. يعني إذا أنا كنت عايش على $800 من $1000، إذا ضاعف دخلي $2000 بقدر أعيش على $1000، يعني زاد إنفاقي بس ما زاد بنفس النسبة، فبعطيني مجال أكتر إني أدخر وأعطي الناس التانيين. وأنا كمان بحب أركز على الادخار. بتذكر مرة قرأت إنه حتى تصير مليونير ب30 سنة، إذا بتحوش $200 كل سنة ممكن خلال 30 سنة تكون مليونير. لما تيجي تجمع المصاري قيمتهم $72,000، عرفت كيف؟ بس لأنه في فوائد مركبة بتصير مليون. يعني أنت اليوم عم تتراكم الفوائد، فالادخار كتير مهم، إنه أنا كل ما بدخر أكتر كل ما بكون أحسن لإلي. سؤالي يمكن كنا بنحكي فيه قبل الحلقة، إنه حتى أعرف بالضبط أنا أي نمط من الأنماط، يمكن لازم نسأل السؤال اللي سألناه لضيوفنا بطريقة تانية، إنه لو معك $100 غير متوقعين شو بتعمل فيهم؟ مزبوط. إذا إجاك $100 في أي وقت، هذا وكيف رح تصرفهم بدل على الحركة اللا إرادية. يعني إذا أنت معك مبلغ كبير، لو واحد يعني يربح مليون فبيفكر انه بجوز 100,000 ابني فيهم بيت، 100,000 اوفرهم، 100,000 اعطيهم للفقراء الى اخره. بس اذا اجاك انت فقط $100، شو اول شيء بخطر في بالك؟ هل يمكن مثلا انه اول شيء بخطر في بالك انه انا اخذ $100 احطهم بالبنك، او اخذ $100 واصرفهم، او اخذ $100 واعزم زوجتي على ستيك مثلا، او اعطيهم ناس ثانيين؟ هذا بيعكس نوعية شخصيتي وتعاملي مع الفلوس. هلأ كرجال احنا مفروض ننتبه كتير انه احيانا انا وزوجتي ممكن يكون ان احنا نوعين مختلفين من هذه الشخصيات. ممكن زوجتي تميل انه تصرف الفلوس، انا اميل انه اكتر اكون محافظ على الفلوس. ولازم نكون منتبهين لهذا الاختلاف بالنمط بين الشخصيات. مهندس دانيال برأيك في نمط احسن من نمط؟ شو رأيك؟
أنا بشوف إنه مشكلتنا إحنا مش بتجميع الأموال قد بصرف الأموال. يعني الناس اللي دخلوا فرضاً يعني بديش أحكي أرقام، بس إذا كان متوسط دخل الفرد 300 دولار أو دينار أو إيش ما بدك تحكي فيه، مشكلة الإنسان إنه كيف يعيش بهذا المبلغ. فإحنا المصاري اللي بتيجينا كيف بنصرفها، هذا الأهم. وأنا ما بعتقد عشان أجاوب على سؤالك إنه في نمط أفضل من نمط، أو في بظن هي مراحل بحياتنا. يعني في كمان ناس بتلاقي فرضا على بيته ما بصرف زي ما انت حكيت بوفر، بس فرضا لما يكون موضوع عند بيت اهله بروح بصرف بسخه اكثر، ففي زي مزج بين هاي الانماط الموجوده بيناتنا. اكيد، بس يمكن في نمط هو النمط السائد. مزبوط، الانماط احيانا تكمل البعض. يعني اذا انا مثلا من النوع بحتفظ بميل انه الاحتفاظ بالاموال ومرتي تصرف، ممكن يعني هي تساعدني انه انا اتلحلح شوي نعيش حياتنا وننبسط، نعمل رحلات او ناخذ فيكيشن مع الاولاد، وبنفس الوقت ممكن ان نساعدها انه احنا لازم كمان نهتم ممكن يكون في ازمات في حياتنا. فهذا لا يعني ممكن يكون شيء منيح. يعني هذا بيعتمد على نوعيه التعامل مع هذه الانماط. وانا بظن يعني لو اختلفت الانماط في مبادئ لازم نركز عليها، زي ما الاشياء اللي حكيتها مهندس دانيال، انه انا ادخر قد ما بقدر، اعطي قد ما بقدر، يعني بغض النظر شو النمط تبعي. خلينا إذا بتحبوا نأخذ استراحة مع بعض نشرب قهوة وبعدين بنكمل حوارنا. مهندس دانيال، أنا حابب نحكي شوي كمان عن المخاطر حسب الأنماط. يعني مثلا النمط اللي حكينا عنه اللي بصرف زيادة شو المخاطر تبعته، أو اللي بتدخر شو المخاطر تبعته. بموضوع الصرف، واحدة من النظريات الحديثة في مفهوم الصرف وبيستعملها بالتسويق والمبيعات مع الأفراد سموها The Irrational Customer Theory، أو الزبون الغير منطقي في عملية الصرف. هاي إيش بتحكي النظرية بكل بساطة؟ بتحكي إنه 80% من الأشخاص بتأخذوا قرار الشراء بطريقة غير منطقية. يعني بيستخدموا اللاوعي عند الإنسان عشان يساعدوه إنه يصرف أكثر ويشتري أكثر. وعم بيخلقوا كمان الاحتياج، خلق الاحتياج قبل تسديد الاحتياج. يعني أعطيك مثال، إحنا الآن الكل لما بده يشتري تلفزيون صار الحجم الأكبر وقديش هي خفيفة أكتر أرفع بخليك تشتري أكتر. قبل 10 سنين هالكلام ما كان موجود، إنك تشتري جهاز خلوي معين الآن صار ضرورة. قبل 15 سنة ما كان حدا عنده جهاز خلوي إلا في حالة الطوارئ. فتخيل السوق عم بخلق الاحتياج وبيخليك إنك تشتري هذا الاحتياج وتسدده. ومشكلة الصرف بشكل عام إنه بكون مرات عديدة على أسس غير منطقية. غير منطقية بتفكير كل واحد منا. فقط 20% من سكان العالم تخيلوا بيتخذ قرار الشراء بطريقة منطقية. هلا أنا بدي أوضح فكرة للمشاهدين إنه في الشركات الكبيرة في العالم، في العولمة اللي منعيش فيها، في هناك أخصائيين نفسيين معينين من موظفين من كل شركة. هدول في مجموعة كبيرة في كل شركة موجودين في مكاتب بيفكروا بشغلتين. الشغلة الأولى إنه كيف يقنعوا المستهلكين انه فيهم نقص معين، والشغل الثاني انهم هن عباره عن خطه واحده بعيده عن تسديد هذا النقص،
وهي وهذا النقص يتم في وهذا التكميل يعني يتم من خلال شراء السلعة تبعتهم. فبمعنى آخر احنا هلا بشوف كل هدول الإعلانات أو بشوف مرات البوردات على التلفزيون أو على الشوارع بحكي كيف بيحكوا لك إنه أنت يعني أنت إنسان أسنانك مش حلوين بس وبدهم شوية تبييض، إذا بتأخذ هذا البرودكت تبعنا احنا بنكمل هذا الموضوع، أو أنت مش كتير جسمك مش كتير حلو إذا لبستي هذا النوع من الأواعي بصير شكلك أحلى بهذا الموضوع. هذا بجر على كل النواحي الإرشاد. فعشان هيك أنا بأيد المهندس دانيال إنه في هناك يعني في هناك لعبة سيكولوجية في خلال إقناع الشخص المستهلك إنه هو في حاجة ماسة جدا لهذا بس إحنا مرات يمكن كرجال بنقول إنه هاي الخدعة بتنطوي على السيدات، بس هل إحنا كرجال كمان بيصير معنا هذا الشيء؟ طبعا في دراسات عن هذا الموضوع، الاختلاف ما بين الرجال والنساء فقط في نوعية البرودكت اللي بيشتروه. الرجال أكثر بالإلكترونيات وبالسيارات، هذا شيء يعني بفوقه النساء بشكل كبير. النساء أكثر بالمواد المكياج في الملابس في الأدوات المنزلية. فعشان هيك بشوف أنت حلق في عمليات الدعايات، إذا في واحد إذا الشركة بدها مثلا تسوق أكل بيعملوا يعني التارجت جروب المستهدفين بيكونوا هم السيدات، لأنهم بيعرفوا أنه هدول السيدات بالعمر الفلاني هم هدول الناس اللي بيشتروا هذه البضائع. ففي هنا يعني في هناك ناس وظيفتهم هذه 24 ساعة بيفكروا كيف منه يقنعوك أنك أنت بحاجة تشتري أكثر مما تحتاج. إذا تسمح لي أكمل على فكرة الدكتور عصام، كمان مزج المنتج الموجود بشعور يعطيك السعادة. فرضا بدك تروح تشتري دريل أدوات يعني للتصليح أو كذا، بحطوا جنب الدريل عادة واحدة صبية حلوة وجميلة جدا، أو بدك تشتري سيارة بحطوا تنتين كتير حلوين جنب، زي كأنه شراك للسيارة هاي أو للدريل أو لأي إيش مكان أدوات رح يجلب لك هاي الصبية الحلوة يعني إنه الناس رح ينتبهوا لك أكتر. أنا بظن كمان الكتاب المقدس مرات بيعلمنا مبادئ معينة تساعدنا بأنماط شخصيتنا في الصرف. يعني من الأشياء اللي عم بفكر فيها إنه الله يدعونا لحياة بسيطة. يعني أنا بتذكر زمان على قصة التلفزيون، يمكن كانوا أهالينا كل 10 سنين يغيروا التلفزيون، عجيلنا هلا كل 3 سنين أو كل 5 سنين عم بتغير التلفزيون. فنعيش حياة بسيطة ضمن أطر بسيطة. ويمكن الشيء الثاني اللي كمان إنه كل شيء عطانا إياه الله إحنا مؤتمنين عليه. يعني إذا أنا غني أو راتبي عالي هذا مش شطارة فيي، هاي وكالة من الله، الله أعطاني هذا الامتياز وأتمني على إنه دخلي عالي أو إني أنا غني حتى أستثمر هاي الأموال بطريقة أفضل. مهندس دانيال، في مبادئ روحية تانية متعلمها من الكتاب المقدس؟ في مبدأ من الكتاب المقدس أنا بحبه اللي بيحكي لك الاكتفاء، بمعنى إنه إذا في فرضا أبسط مثال، في سكر بالقهوة بشربها مع سكر، ما في سكر في القهوة بشربها بدون سكر. نفس الشيء بنطبق على الحياة ككل، إذا متوفر مصاري بعيش على المستوى اللي متوفر فيه المصاري، وهيك كان الرسول بولس بحكي كمان بالكتاب المقدس. يعني هناك في كتير مبادئ في الكتاب المقدس بتدعو إلى القناعة والاعتدال في صرف النقود، لكن أنا بشوف جزء أكبر مشكلة عند معظم الناس إنه مش المبادئ. يعني معظم الناس بيعرفوا إن القناعة كنز لا يفنى، بعرفوا إنه يجب أن أكون أنا يعني محافظ على فلوسي وأصرفهم بطريقة صحيحة. المشكلة الرئيسية إنه عندما يعني بيجي القرار إنه نصرف فلوسنا بنصير غير منطقيين في صرف الفلوس. عشان هيك هناك في يعني هناك بعض المهارات العملية اللي لازم إحنا نتعلمها حتى نقدر إنه نمنع عن أنفسنا من أن نأخذ هذه القرارات غير المنطقية. فأنا بأيد الدكتور عصام بهالكلام، والمشكلة إنه الشركات وسائل الإعلام كلها بتمشي ضدك في هذا الموضوع. يعني لاحظ الآن بالفترة الأخيرة صار بكل الأفلام اللي بتحضرها أو المسلسلات فرضاً بحطوا هالممثل في سيارة. زمان ما كانوا يطلعوا نوع السيارة، الآن في شيء اسمه product displacement في كل وسائل الإعلام تشوفها. فبتلاحظ الكاميرا بتبلش من وجه الممثل بتدخل جوا وتفرجيك شو نوع السيارة وقديش هو سعيد ومبسوط فيها، وبتصور من برا مع اللوجو تبع السيارة ومع شكلها. هذا بيكمل فيلم، هذا مش دعاية، هذا فيلم، هذا الفيلم بالضبط. بطل حدا يحط دعايات، أنا بحط لك product displacement، وضع المنتج بطريقة غير مباشرة. بدفعوا للمصور الفيلم هذا الموضوع، بدفعوا أكتر. هلأ أنت لما بتروح بدك تأخذ قرار الشراء اللي أنت مجهز لك منطقيا قديش تصرف السيارة بالتنكي أو قديش سعرها وكذا، ووقتيها عقلك اللاواعي بالعقل اللاواعي بيطلع لك الصور الذهنية
اللي بتخليك تاخذ قرار الشراء اصلا. فانت فعليا دكتور عصام انت عم تشتغل عكس التيار، عكس وسائل الاعلام، عكس كل الشركات والموظفين اللي بتحكي عنهم بهاي الشركات اللي بيخلوك تتخذ قرارات صرف الشراء اساسا. دكتور عصام انت حكيت عن تيبس، يعني قلنا المبادئ يمكن كل الناس بيعرفوها، بس ايش في اشياء عمليه بتساعدنا حتى نقدر نتحكم بتصرفاتنا؟ اول شيء عرفنا او نوع شخصيتك. اذا انت عندك شخصيه بتميل للصرف لا تذهب للتسوق لمجرد المتعه، لانه هذا يعني انت بتضع نفسك في امام تجربه انه تشتري امور الامور انت لا تحتاج لها. شغله ثانيه، في معظم الاحيان بيحكوا انه اذا انت مسكت السلعه انت بتشكل يعني هناك علاقه مع هذه السلعه، بصير تشعر انه هذه السلعه يعني انا استحق انه اخذ هذه السلعه، هذه السلعه ملكي. فاذا انت فعليا مش بحاجه لتليفون في الوقت الراهن او مش مفكر انه تجيب مثلا جهاز خلوي، اذا مش ضروري انت تمسك الايفون. وقت ما مسكت الايفون بصير قدرتك على ان تكون منطقي بهذه الامور بتقل بشكل كبير. الشغله الثالثه انه الوقت، عامل الوقت كثير مهم في عمليه الصرف الفلوس. عشان هيك هلا اذا انت بتروح تشتري سياره او تروح على مثلا على كار ديلر، بصروا هناك بصروا الناس اللي بيديروا مثلا هذه الشركات انه انت تاخذ قرار فورا. ما بيحكي لك انه هذا العرض معك لمده ساعتين، اذا انت رحت وما اشتريتش خلال ساعتين راح عليك العرض. فهذه يعني هذه لعبه وخدعه، لانه معظم الابحاث بتشير انه معظم الناس بصيبهم شيء بسموه ندم الشاري بايرز ريمورس. لما يرجعوا على البيت اذا بتعطيهم وقت اكبر بيحكوا انه احنا ما راح كنا نشتري هذه السلعه، ما كان الاختيار الافضل. فاعطي لنفسك وقت، اعطي لحالك 24 ساعه، خصوصا اذا انت بتشتري سلعه مكلفه. فكر فيها وخذ وقتك وما تخلي اذا اي ناس يعني بيدفعك وبحط عليك طاقه معين لشراء سلعه معينه، اعرف انه انا بحاجه هلا العكس اعمل، اخذ وقتي وافكر بهذا الموضوع بشكل اكبر. انا مرات اذا بدي افكر بطريقه كيف يعني ما أصرف أكثر، بفكر هاي السلعة قدي أخذت مني أيام شغل. يعني إذا بدي أشتري مثلاً مثلاً بدلة حقها $300 ولا $400، لما أفكر إنه هذا مثلاً شغل أسبوع أو شغل شهر بصير تفكر إنه لا ما بدك. فيمكن إنه الواحد يصرف كاش بيخليه يحس أكثر إنه هو عم يعني هاي السلعة فعلياً كلفتني هالقد، مش عم بصرف على كرت مش عارف قديش والدين نفسياً. الأسهل لك إنه مشي الكارت الكريدت كارد بدل ما تصرف بالنقود. عشان هيك معظم الناس اللي عندهم مشاكل في اللي عندهم ديون كبيره بيحكوا لهم انه انت لازم تحمل فلوسك الكاش في مغلف، وتعرف انه هذا الكميه الفلوس هذه اللي راح تصرفها خلال هذا الشهر، لا تستخدم الكريدت كارد، لانه زي ما حكيت انت لما تعد الفلوس قدامك بصير عرقك ينزل 10 20 30، لما تعمل الكارد ما بتحس كرت، هذا ما بتحسش فيه. انا ممكن اضيف كمان عوده للي تفضل فيه الدكتور هون، بانه دائما يكون في عندك قائمه مشتريات مجهزه مسبقا، فانت ما بتروح. وهي مشكله كمان انه هلا صار المولات او اماكن تسوق فيها سينما وفيها مطاعم وفيها كذا عشان يساعدك كمان انك تروح هناك وتصرف. فانا ما بروح المول الا اذا عندي قائمه مسبقه ومحدد شو بدي فيها. هلا هناك اكيد واحد بغير رايه بيشوف إشي يتذكره او كذا، بس وجود قائمه مشتريات بتساعدك. والشيء الثاني كمان اللي هو عدم اتخاذ قرار بلحظتها. انا شفت فرضا لبسه بدله معينه جرافي حبيتها اي شيء كان، بروح ثاني يوم برجع على نفس المحل وبطلع عليها بزاويه ثانيه. مش دائما بجوز تطبق هاي القرارات، بس تعتمد على المبلغ وشو حجم القرار اللي بدي اخذه، ايش راح ياثر على المالي الحياه الماليه عندي. أنا بحكي كمان أنه من الضروري يكون العائلة عندها ميزانية عائلية، يعني الزوج والزوجة يجلسوا في كل شهر ويحطوا قائمة بقديش بدخلهم وقديش يعني بخرج منهم من ناحية الفلوس. في كثير من الأحيان إحنا بنتفاجأ، يعني أنا وزوجتي عملنا قبل شهر كنا نتفرجنا على قديش إحنا الفلوس اللي مدفعها على ناكل في مطاعم برا البيت، تفاجأنا بالمبلغ. يعني هذا الإشي مش ما بيجي لنا إلا إحنا بطريقة تلقائية، فإذا إحنا مش عارفين على إيش نصرف الفلوس صعب جدا إنه نتحكم في موضوع أكيد. النفقات أكيد مشاهدينا يمكن شخصياتنا الصرف تختلف من واحد لواحد، لكن أهم شيء إنه إحنا نقدر يكون عندنا مبادئ أساسية بالصرف، يكون عندنا موازنة نمشي ضمنها، يكون واعيين وين عم نصرف مصرياتنا. وأنا بعرف مهندس دانيال أنت عم بتفتش على سيارة تشتري اليوم، نزار محضر لنا كيف نقدر نشتري سيارة مستعملة، خلينا نشوف مع بعض. We'll be right back.
عيسى، أنا لي فترة عم دور على سيارة صراحة، وبدي أستفسر منك إيش في أمور أساسية إذا أنا بدور على سيارة قبل ما أروح أخذها على الفحص أتفرج عليها، يعني ألاحظها، أمور أساسية بالسيارة من برا من جوا، إيش لو بدك تنصحني؟ أوكي، أهم شغلة بتوقع لازم تهتم فيها أول شيء إنك تختار السيارة حسب البادجت تبعك، يعني ما فئة السيارة، يعني تمام. يعني ما اختار سيارة مثلا انا اللي هي سيارات الفور ويل اس يو في وعندي انا مبلغ بسيط، لانه هاي سيارات غالية ما بينفع، فلازم يكون هذا الشيء بعين الاعتبار متوازي مع بعض البعض. شغلة ثانية بهمني فيها اللي هي البادي، بادي السيارة يكون كثير نظيف ما فيه ضربات كثير. هلا ممكن انت ما تلاحظ هذا الشيء لانه بيكون مرات مصلح، يعني مصلوح مصلح عفوا، هذا ببين كمان عندك على الفحص لما انت بتروح تفحص اوكي بتشوف لك اياها، بس مبدئيا انا قصدي قبل الفحص، يعني النظره الاولى يكون البودي نظيف ما فيه ضربات واضحه. يعني شيء ثاني كمان بهمك اللي هو السياره من جوا، ببين لك نظافه السياره قد ايش السياره نظيفه، هل الفرش تبعها مثلا مزع، الستيرنج هل هو مهري من الاستخدام، الاستهلاك بيكون واضح على بعض المناطق في السياره اللي تستهلك كثير بيكون واضح انه هي فيها هريان كثير، هذا بيظهر لك قد ايش السياره مستهلكه. شيء ثاني كمان ممكن انتبه له العداد، عداد السياره اخذه بعين الاعتبار، يعني كل ما السياره كانت ماشيه لو مايلج بيكون احسن بالنسبه لك، ان تكون السياره مش مستهلكه نظيفه، محركها نظيف وضعها نظيف. بهمك بالفحص كمان لما بدك تروح عند الفحص بدك تهتم في موضوع الشاصي، الشاصي كثير مهم انه ما يكون فيه ضربات دامج كبيره، هذا بيبين بالفحص طبعا، يعني هذا مش دورك انت، هذا هذا دور الفحيص هو بيكشف لك اياه، فهي شغله كثير مهمه. تمام عيسى، فيعني اهم شيء اشوفه او انا الاحظه في البدايه قبل ما الاحظ احدد بادجت منطقيه، يعني اكون بدي سياره ضمن مبلغ انا ممكن ادفعه متناسب معي، والاحظ السياره من برا هل فيها ضربات، في ملاحظ تصليحات او غير هيك، ومن جوا كمان اشوف اذا الـ يعني من جوا السياره كيف حالتها، كيف وضعها، هل هي مستهلكه او غير مستهلكه. طيب بعد ما انا اشتريت اوكي ومر فتره وبدي اغير السياره، يعني بحس مرات في اشياء بتنزل من قيمتها طبعا بشكل واضح، وفي امور لا عادي بتضل السياره بضمن مدى معين يعني من تغير في السعر، صح. ايش امور بتنزل من قيمتها؟ اوكي، اول شيء انت مجرد انك اشتريت السياره وبديت تستهلكها فممر عليها وقت اوريدي سعرها بده ينزل، يعني هذا منطقيا أوكي. لازم مع الاستهلاك مع الوقت سعر السياره كل سياره بينزل أوكي. بس كمان في سيارات بتنزل بارقام كبيره نفس الموديل وسيارات تنزلش كثير، هذا برجع للاستهلاك للشخص نفسه للمستخدم السياره تمام، يعني هل هو بيعمل صيانه دوريه للسياره، هل بتفقد السياره دائما ميكانيك ما ميكانيك، تنظيف من جوا، استهلاكه للسياره يعني هذا استخدام، هل هو مثلا شخص بيهتم مثلا في الطريق بينزلش بحفر وبجوار وبكسر السياره، هذا كله له علاقه، ضارب السياره كم مره ضربت السياره، الضربات الصيانه المستمره كمان الصيانه طبعا 100%، هذا كله له علاقه في لما تيجي تبيع السياره كيف تجيب معك سعر. تمام، ايش في اشياء اساسيه عيسى بتخلي السعر يعني يفرق، مش كبايع وشاري بس مثلا انا بسمع انه لون السياره بيفرق مزبوط؟ صحيح، من في بعض الدول يعني مش كل الدول لانه احكي لك شيء، هاي متفاوته من بين دوله لاخرى. يعني في دول بتدور على الدول اللي فيها برود شويه بتدور على السيارات الغامقه، يعني اسود السيارات اللي كلها غامقه هاي بتكون شوي سعرها مرغوبه اكثر فاوريدي سعرها بيكون اغلى، بس مثلا تروح على الخليج، الخليج بدور على السياره البيضاء اللي عندنا مش مرغوبه، الدول البارده مش مرغوبه، عرفت كيف؟ فهذا له علاقه في وين انت تمام في المنطقه اللي انت فيها. بالنسبه لمقارنه مرات يعني بتحس انا بسمع انه في صديق لي بصراحه كان بده يشتري سياره وفي مبلغ عنده محدد، بس السياره اللي عم يطلبها يعني معه مبلغ زي ما انت حكيت بسيط وبده فور ويل درايف اوكي، بتصير المقارنه بهاي الطريقه، يعني سياره عاديه مع فور ويل درايف، يعني شو كيف نقارن، شو افضل طريقه للمقارنه؟ ما انا حكيت لك حسب انت البادجت تبعك هو بيحدد لك شو ممكن تختار اوكي، يعني ممكن تاخذ سياره انت بسعر رخيص فور ويل بس بتكون مدمره، السياره منتهيه، سياره مكسره مضروبه تعبانه، تاخذها بسعر طري بس راح تغلبك بعدين، فانت لا الافضل حسب البادجت تبعك تختار السياره اللي بتناسب البادجت تبعك. بعدين لازم نحط بعين الاعتبار كمان البنزين، السيارات الكبيره هاي البنزين. طبعا مصروف البنزين، السيارات الكبيره هاي فيها مصروف بنزين، يعني حتى انت اذا كنت مش مهيئ لموضوع المصروف البنزيني العالي هذا راح يتعبك بعدين اوكي، راح تصفي بدك تخلص من السياره لانه ما بتناسبك. وكمان بالنسبه للمقارنه بيزبطش اقارن سياره كبيره بسياره صغيره مزبوط، سياره كبيره سياره صغيره الاوبشن كمان له علاقه من جوا، يعني ايش فيها اضافات، فرش الجلد، النافيجيشن سيستم، الفتحه، الفور ويل، هذا كله اوبشن وكله بزيد من الكوست السياره من ثمن السياره، فبالتالي انت اذا البادجت تبعك قليل ما تطلع على الامور هاي، بدك تبلش
فكر بالأمور الأساسية، أمور بيسكس. شكرا كثير عيسى على المعلومات، شرفتنا بحضورك معنا اليوم. أهلا وسهلا. فاصل صغير وبنرجع. تعرف مهندس دانيال، مرات احنا بنفكر قرار الشراء انه انا معي حق السياره، بس ما بفكر انه صيانه السياره او شو بتصرف مني كل شهر ما بدخله بالتفكير تبعتي او بالموازنه تبعتي. مزبوط، عشان هيك بشجع كمان كل اخوه المشاهدين انهم يفكروا بالمنتج وما بعد المنتج، ودائما تحليل ان كان بشراء السياره فقط، مش بس بشرائها لكن صيانتها وقطع الغيار قطع الصيانه وهكذا. أكيد. جميل. مشاهدينا إذا بتحبوا تعرفوا أكثر عن حلقتنا اليوم زورونا على الويب سايت الخاص بالبرنامج. أما كتابنا لليوم فهو كتاب عن الوكالة وملكوت الله، المؤلف رونالد وولبورن وفرانك تشان، بشجعكم على قراءته، هو عبارة عن تأملات يومية. وبالنهاية منحب كمان نشكر المهندس دانيال شرايحة. في شيء بتحب تضيفه؟ بس فكرة هي أنه التخطيط أكثر من التنفيذ في موضوع الصرف والشراء. هلا. في العهد القديم كان في شعوب كتير بيعبدوا أصنام مختلفة. في القرن 21 ممكن يكون النقود والفلوس هي صنم آخر في حياتنا، فنحن نكون منتبهين لأنه هذا الفلوس أحيانا بتلبي حاجة نفسية في داخلنا، بتوفرنا أما الأمان، بتعطينا أمان زائف أو بتعطينا قيمة زائفة. فنكون إحنا منتبهين أنه لما نصرف هذا الفلوس نسأل حالنا هذا السؤال، هل في طريقة صرفنا لهذه الفلوس هل إحنا يعني بنلبي حاجة نفسية في داخلنا؟ إذا كان الإجابة نعم لهذا السؤال فبيكون في هناك مشكلة. مش مفروض يكون إحنا نصرف الفلوس لنشعر فقط في السعادة. أنا برضو بشجع المشاهدين إنه يعرفوا نمط شخصيتهم بالتعامل مع الفلوس، عشان هيك ممكن إحنا نحط في نهاية في الويب سايت تبعنا استبيان، ممكن إنه يعبوا هذا الاستبيان ويعرفوا شو نوع شخصيتهم النقدية. مشاهدينا، المال مش مشكلة لكن محبة المال أصل لكل الشرور. إذا كان عندكم استفسار أو سؤال أو اقتراح بتقدروا تبعتوا لنا إيميل أو تزورونا على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. بنشوفكم الحلقة الجاي، وهذا كلام رجال. We'll be right back.